أنا الثورة، هكذا عبر طلبة جامعة البصرة عن أنفسهم بلسان الحال، ليؤكدوا استمرارهم في الفعاليات الثورية حتى تحقيق مطالب الشعب العراقي وفي القلب منه طلبة الجامعات. الطلبة هم جهة الإسناد وجهة الدعم، ولكثرة التداعيات والإشاعات التي بثوها الأحزاب وبثوها ميول التبعية الذين يريدون إعادة الدوام بالجامعات والمدارس إلى وضعه الطبيعي للإخلال بالثورة ولتسفيه مطالب الشعب. نؤكد أننا طلبة معتصمون مضربون عن الدوام لحين تحقيق مطالبنا. تظاهرات طلابية متجددة ترفض مناورات الأحزاب الفاسدة ومحاولات خداع الشعب العراقي وتمرير تغييرات شكلية تلبي فقط مصالح الطبقة السياسية، وتحاول إيهام الثوار بأن ثمة تغييراً يحدث في العراق. احنا نريد رئيس وزراء من هاي العالم، من هاي العالم تطلع مظاهرات، من هاي العالم عندنا ناس مثقفة، عندنا ناس واصلة، عندنا لبالهم هم اللي يردونه، مو اللي هم يردونه يحطونه هنا اللي يحكم الشعب. احنا شنو احنا يريدون يحطونه؟ احنا وصلنا اخر فتره يحطون العيدان. احنا نريد نحاكمه على هاي الشهداء الراحت، ونروح نحطوا رئيس وزراء. اما عن الميليشيات المواليه لايران والتي اوغلت عميقا في دماء العراقيين دفاعا عن احزاب فاسده صنعها الاحتلال الايراني على عينه، فإن رسالة ثوار البصرة كانت واضحة. هذول ما توجه لهم رسالة، ذول جبناء، ذول رعبتهم السلمية، رعبتهم كلمة نازل أخذ حقي، رعبهم جملة واحدة أريد وطن، هاي رعبتهم. ذول فشلة ما داعي أصلاً أحكي وياهم، معروفين من هم والكل يعرف من هم، ولكن يسمونهم طرف ثالث، وإن شاء الله يجي هذا اليوم ونقتصر الطرف الثالث. هم طلاب العراق يؤكدون على كونهم قلب الثورة النابض، لا سيما حين يكونون في البصرة التي مثلت تظاهراتها الشعبية خلال عدة سنين مضت تمهيداً لثورة تشرين، تلك الثورة التي أعادت الأمل للعراقيين بتحقيق الحلم في استعادة الوطن من أيدي سارقيه.